أحسن الله إليكم تقول نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يقدم نصيحة للمدرسين والمدرسات للإخلاص في أعمالهم وأداء الأمانة على الوجه الأكمل وتوضيح عقوبة من يخل بهذه الأمانة. نعم، المدرس والمدرسة عليهم أمانة عظيمة لأنهم يتقاضون راتبا في مقابل عملهم، فعليهم أن يوفوا العمل الذي كلفوا به وأن يقوموا بالتدريس على الوجه المطلوب حتى يحصل النفع وحتى تبرأ ذمتهم، لأن هذا أمانة. وعليهم أيضا أن يكونوا قدوة صالحة، لأن الطالب يقتدي بالمدرس، فعليهم أن يحسنوا أعمالهم وأن يظهروا بالمظهر اللائق ويلتزموا الآداب الشرعية، لأنهم يربون أجيالا ولأنهم يقتدى بهم من قبل تلاميذهم، فعليهم أن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وفي مظاهرهم من الالتزام بالسنة والالتزام المرأة بالذات التزامها بالحجاب، لأن الطالبات يقتدين بها، عليها أن تلتزم بالحجاب وبالآداب الشرعية. نعم.